كبيرة برشا للسادة المشاهدين وتحية للجمهور الحاضر معنا لهنا. نورمالمون كيما قلت لكم ديما عندي ورقة، ما نعرفش شنو هي الوضعية إلا في الحالات الخاصة ناخذ فكرة عامة. في الوضعية هذه شنو مكتوب قدامي؟ بلال شنو هي الإشكال نتاعو؟ ما عندوش بطاقة تعريف، معناتها بلال ما عندوش بطاقة تعريف، مش تحكيو أنا مانيش فاهم على شنو، ولكن نستقبلوا بلال ما عندوش بطاقة تعريف. بلال ما عندوش بطاقة تعريف، هذا الاسم واللقب. يزي فيه البرك. يزي فيه البرك. سي بلال منين جيتنا؟ من مرسى. من مرسى؟ منين من مرسى؟ أنا ود مرسى فيل، ود السويس، أما تويكا عندي مدة ما عادش في مرسى. مرحبا بك، نتعرفوا عليك ومن بعد نبداو. تفضل. الإنسان بين ليلة ونهار ينجم يلقى روحه يدفع في فاتورة أغلاط ناس أخرين. بلال دفع فاتورة غالية برشا، خلته يخسر حياته وشبابه لأنه بكل بساطة بلاش هوية، وهذا خلاه يتحط في برشا مواقف ما ينجمش يخرج منها بسهولة. واللي زاد من تأزم وضعيته هو أنه ما لقاش شكون يعاونه ويقف معاه، وحتى أقرب الناس ليه تخلوا عليه لأنه ولا يمثل لهم شبهة وصاحب مشاكل. هاي سي بلال، قداش عمرك؟ 10 مارس عملت 33. 33 سنة تخدم، مش تعمل؟ عطل عن عمل. قريت؟ أيه. شنو قريت؟ نوفيام. من بعد بطلت ولا بطلوك؟ من بعد ولت الحكاية كديفيسيل، ما عنديش أنا مضمون. نعرف عليك الساعة من الأول بالكل، عشت في وسط عائلة قداش فيها أخوات؟ عشت مع مرت بابا. إي لا، قداش عندك أخوات؟ عندي أخوات من البو. أخوات من البو؟ عندي زوز ولاد وبناي. زوز ولاد وبناي، أنت الكبير الصغير المتوسط؟ أنا الكبير فيهم. أنت الكبير فيهم؟ الوالد والوالدة عايشين؟ بابا متوفي الله يرحمه وينعمه، والوالدة مالمو في فرنسا. شنو؟ الوالدة في فرنسا. الوالدة في فرنسا. باه. بوك شكان يعمل؟ خدمة. اي بابا كان كيما مقاول بني. مقاول بني، باه. والوالدة ما كانتش تخدم؟ لا. كيفاش تعرف الوالدة على الوالدة سيدي؟ والله كيكا شكين يدي، ما عنديش حتى فكرة. ما سألتهمش هكا؟ مش جاوبي. أوكين إيدي؟ كيك أوكين إيدي. ما تعرفش بوك كيفاش تعرف على أمك؟ إيزي يا صاحبي. باهي. الوالد قلت لي متوفي، قداش عنده اللي توفى؟ توفى في 2011. 2011، ربي يرحمه برحمته الواسعة. باهي. أنت قريت لي النوفيام وبطلت. احكي لي شوية على الظروف، قلت لي ظروف. أنا عندي بابا عرس وطلق، وبعد خذا أمي وزاد طلق من بعد عرس. الله يرحمه وينعم. نحكي لك بطريقتي أنا أخي. تفضل. اللي نلقى روحي متربي عند مربيتني مرت بابا، عند بابا خواتي من البو، يعني أنا خوهم الكبير. فما كل ديما كل مشاكل تلقى، عرفتها مرة نمشي بحض أمي مانيش مقبول، نرجع بحض بابا، فما مشاكل ديما. بديت الحكايه انا بديت يعني نشلق بها، انا كيما نقولوا من سيزيام سيتيام بديت الحكايه، خاطر يلزمني كبطاقه تعريف، فما اوراق، بديت يعني بديت فما كل نلقى في الحاجات يعني كانت ديفيسيل في الحكايه صعيبه. بابا ماهوش مشكل اللي باش يجري على اوراق ولا حاجه، الحاجه اللي في بالي بها انا قيدوني بالغلط، هذا يحكي لي بابا ولا امي، يعني قيدوك بالغلط في السبيطار. لحظه شو مك تو بديت نفهم انا، تو بديت نفهم قصه البطاقه التعريف. لحظه، شنو قيدوك بالغلط؟ انا مضموني كله غلط. ايش كاتبين فيه المضمون؟ مضموني فيه اسم بلال، اسم الاب ما فماش، لقب غلط، اسم ام مكتوب، لقب ما فماش. عسير. شنو اسم الاب؟ نجوم ما فماش. نجوم كان جات فما نجوم النجم نعمل بطاقه تعريف، يعني نفهم في الحكاية. شنو يعني مكتوب اسم الأب؟ ما فهميش. أبوك موجود معناتها؟ بابا موجود. واسم الأم مش موجود؟ اسم الأم موجود، لقب ما فهميش. لقبها هي مش ما فهميش أمك؟ ما فهميش. ذكر أنثى من رجل هذيك؟
شنية طبعا مريقلة مريقلة جوا. والله مرة غلطوا في مضمون والله والله يظهر لي بالواحد بالمحكمة تتعمل كل شيء تعمل بالمحكمة حتى نكتة حارف كل شيء بالمحكمة أنا وليت حاسيله هي ايش عملت معناتها أنت تو تعرف معناتها معناتها أنت سي بلال ما عندكش بو في المضمون الوالدة شو اسمها لطيفة معناتها نعطيك معلومة أخرى أي لطيفة في تونس تنجم تكون أمك فهمتني ولا في بالي نعرف ليه خاطر بغير لقب ثماش لطيفة بنت فلان لطيفة بن محمد أكاو أي لطيفة بن محمد هي أمك في تونس اليوم أي لطيفة بوك شو اسمه بابا اسمه السبتي السبتي مغير لقب ليه لا هو اسمه السبتي لقب الخليفي مي أنا ما هوش عندي ما هوش مكتوب اللقب مش موجود ما لقب غالط جملة أنا لقبي نورمال مو الخليفي تويكا في الواحد سليتي رسول انت شكون انت شنو من غرايب في الدنيا دمرتك الحكاية مزيلت الحكاية مش يعني ما وقفت ليش حكاية كهاوي باهي يعني يحكي مع واحد صغر بديت البيعات فهمتني ديما كالفكرة كمرت بو في الدار ما نحملش نمشي بحذا أمي مانيش كيف كيف مش مقبول عندهم عندي أخواتي أنا من أمك تزوجت بعد ما طلقت؟ لا باه؟ أخواتي يعيشوا عن فاميلي طمي عند أمي كي نمشي أنا غاديك أنا أتكرر الكبير أنا مانيش مقبول عندهم وكاو عليه؟ مانيش مقبول ديما يخزر لي أنا كيما نقولوا ذلك كالأسد من كيفية كذلك الشبل من ذلك الأسد هما كيما نقولوا بابا مسكرينه يعني الحكاية متاع بابا هذا يخذيه بوه خليه عند بوه اختنا منه لي يجينا لي يدور بساحتنا لا حد شيء باه؟ ايه ينلقى قرب حاجه الشير على مني تغنى فكز الخبيب المشاكل درشنايا شديت حبس علاش شديت حبس برشا مرات علاش اول مره علاش اول مره عندي عنف جنب هذا جنب موظف اثناء عملي وشكون الموظف حاكم ها حاكم حاكم صغير شنيه صغير يا معلم شنيه صغير اش معناتها هضمت جانب موظف اثناء كيك هذيك صغير طايش اكيد قدش عمرك 17 سنة قدش شديد حبس سلاحية قدش شديد ولا نسيت انا شديد شوي ورا واحد المرة الثانية شديد حبس لوين الثانية الثالثة الرابعة الخامسة برشا شديد شديت برشا يعني كما نقولوا وانا صغير شديت برشا يعني 2004 2005 شديت برشا حابس على شنو اعطيني مش هيك الولد عنف بركاجات ساعات تعمل بركاجات صحيح بريود هكا نتاع صغر مش كالبركاجات بركاجات نتاع نحن في هكاك صغار في بعضنا ليسي ستوب ليه مش بركاجات فهمت جست ساك هكا خفيف كذا ليه شنو هو مالك؟ هكاك نتاع ليسي في بعضنا شنو هو ماك بركاج بركاج؟ تي نتاع الصغر انت مش واحد كلي حاططها هكاك يعني نتاع ليه بركاج بركاج ما انت غلطت تي غلطت انت غلطت هذا خلصت عليه خلصت عليه وانت غلطت به شديت برشا مرات حبس اول ربطيه عديتها مثلا صغير شاري مسروق اول ربطيه يعني عديتها حبس شريت المسروق ولت لي الحكايه مو غاديك باش نمشي نقد اوراقي ما عادش نجم نقد اوراقي باش يعني نعم بطاقه تعريف باش يعني وقت نجم ننقذ روحي ما زلت يعني انا بروحي وقتها مسكرت لي مسكره على الاخر يعني نحضر اوراق ونقدمهم للمحكمه لا مره لا اثنين لا ثلاثه قصه نتاعهم طويله يعني نظام يلزمني نجيب مثلا صديق نتاع امي من بنزرت انا كي نمشي في الثنيه نتشد نتوقف ديما عندي كالكفة التفتيش يعني حتى نروح من الحبس كيف التفتيش تتنحى إلا بنسخة بطاقة تعريف وتمبري فنعتبر اللي انت غلطت وهذا ماضي وتوا عندك شي قضايا أخرين لو رشرشي فيه ولا ما أنا رمي أنا يعني الحكاية هذوما متاع بركة جيت وسرق من قبل الثورة الحكاية هذوما من قبل الثورة روحت بعد الثورة ما عندي حد لا أبو لا أم أنا في الحبس بابا مات الله يرحمه وينام شو ترى يعني روحت نلقى مني الربي
يلزمني نعيش. كيفاش سمعت اللي بوك توفى؟ جاوني شكون وقال لي هكا. خرجت؟ لا ما خرجتش. وشني كان الوقع؟ انا بابا ما ينجمش يجي يزورني في الحبس. علاش؟ ما كيفاش باش يزورني؟ بانا سيف سيفتو شكون باش يزورني؟ اوه نسيت انا نسيت. ما عندوش بو هذا معناتها. اي ما عندوش بو على الاوراق معناتها ما يزوروش. مستحيل يدخل يزور ولده. غلطة في وثيقة تكلف هذايا دمر له حياته. هو هذا مخطئ وغلط ويتحاسب ويشد الحبس. وسامحني يا صاحبي في الكلمة هذه تستاهل. ايه نورمال عملت تخلص. مي انا ولت لي فما عندي خلاص وليت نخلص فيه. اليوم موش خلاصي. اللي هو شنو مثلا؟ اليوم مثلا تحكم بشهرين ونص نعدي عام. عليه؟ مازال ما جاش الفاكس. فاكس نتاع شنو؟ الفاكس باش يجي من المحكمه اللي انت باش تروح. سي بون كاهو اليوم خرجت محكمه. سي بون راني عديت المحكوم بشهرين ونص نلقى روحي معدي عام. وليت حتى مثلا يعني حتى عندي تعرف بيه كيفاش تدخل الحبس من غير بطاقه تعريف مثلا؟ كي يطلبوا يضربوا على الكمبيوتر. يعني عديت الحبس. فهمتنيش؟ فهمتوني ولا؟ اي انا فاهمك. يعني مش انت تو كي نضرب على الكمبيوتر لا قدر الله عليك مثلا عملت عمله نضرب انا على الكمبيوتر اعطيني اسمك واللقب تراه اعطيني. بلال سليتي. ها؟ بلال سليتي. نضرب على الكمبيوتر تطلع لي انت؟ ما نطلعش. انا ولت الحكايه هذه مقلقتني برشا. هي اللي هي يعني كما نقولوا في جره الحكايه هذه انا وليت برشا حاجات اللي عرفتها من لحظه. بلال انت نورمالمون اللقب بتاعك شنو؟ نورمالمون اللقب نتاعي الخليفي. خليفي. أنا توا بوليس عرضت خويا اسمك واللقب. بلال السليتي. أعطيني بطاقة تعريف. ما عنديش. ما عندكش. باهي حافظ نمر بطاقة تعريفة. ما عنديش. ما كيفاش باش نحفظها؟ باهي ما عندكش باش باهي. بلال السليتي. شي يطلع؟ ريشيرشي عنده حاجات؟ ما يطلعش ما يطلع شيء. أنا كي يضرب ما يلقانيش. أنا كي يضرب ما يلقانيش. أنا كي يضرب مثلا. هو بالك يشك فيك أنك تتلف فيه. يعني هو كي يضرب ما يلقاني سي بون. هو باش يهزني خاطر انا طويكة لهنا باش يعديني اللي انا ضارب باسمي. باش نولوا ندخلوا فك لغه انت ضارب اسمك. يعني واحد راهي صعيبه. يعني واحد كي راه كي سهله مي صعيبه راهو كريم ضو مصروف. يلزمني نخدم يلزمني نتحرك. فاني الخدمه اللي باش تخدمك من غير بطاقه تعريف عبيد باوراقها وبقرايتها وبثقافتها ما خبطتها. يعني انا الورقه ليه وصوابق وبرش حاجات وكل خطوتين نتوقف. تو انا المحكمه باش نمشي نطلع نقد اوراقي نتوقف مرتين. سي نتوقف مره يزيد يعاود يوقفني الاخر يعديني. سي بون النهار مشي نروح ما عادش نمشي للمحكمه. انا وليت نتحرك يلزمني نتحرك. عندي صاحبي بكهرباء وعمل عليا مزيه ولا تاكسي الكار والوحده هذوما منحيهم من قاموسي. عندي سيني ما نتحركش ما نتحركش بعيد ما نبعدش. حتى يعني عندي صحابي خذاو فكره مثلا نبدا قاعد نحكي معاه. صحابي نضاف يعني مش نحكي صحابي كلهم نضاف من غير ما تدور التيلي وراك راهو الفرقه متعديه واحد ويمشيش يكبشوا فيك. يعني وليت مسمور بها. يعني ما عادش وليت نعيش في حومتي. وليت كل مره في بلاصه. انت كي فقت انه ثم اشكاليه في المضمون علاش ما سويتش الوضعيه؟ باهي الوضعيه كيفاش؟ انت كي تمشي للمحكمه كيفاش يقول لك الوضعيه تتساوي؟ يقول لك مثلا مضمون امك ومضمون بوك ومضمون اختك ومضمون خوك والصديق نتاعهم. باهي ومضموني انا. وفما يمدوا لي ورقه باش نعمرها. نعمر هكا الورقه هذيك ونقدم لهم الاوراق. سي بون لان المرحله وفات يعني. يعطيني ريسيو يقول لي بعد 15 يوم تمشي للبلديه. اي تجبد تقاطع تهم الريسيو تجبد مضمونك صحيح. نورمالمون هذايا على تونس الكل يعني مش واحد ولا اثنين قليل. البروسيدور اللي عملتها انت هذيك هي التمشي القانوني المعمول به. ولكن وليت عملت حاجه اخرى يعني. علاش انت عندك مشكله في الدوسي؟ ثم حكايه. ما نحن فتنا طويقة الدوسي ما عادش الدوسي ولت حكايه اخرى. ولت اثبات نسب اثبات وبو. معقول؟ لا جيب زوز تعمل تحليل مع ابوك. الحكايه طويقة عندها طويقة كما نقولوا يعني ما وصلت يعني وصلت عملت الحكايه هذايا يعني بعد استاج طويل قال لي وليت خويا تويك عندي عامين وليت نعم قدمت. فما شكون هكا اللي وروني هي. يلزمك تمشي هكا وتعمل هكا وتعمل هكا باش تولي تحضر في جلسات يعني رئيس ودرا شنو
وليت يلزمني نهز عمتي الجمعه الجايه يعني شهر اخر نهز عمتي الاخرى من بعد ليه جيب امك ومن بعد يعني زيدي اجلك بشهر شهر ونص شهرين جيب عمتك وامك ليه جيب عمتك الاخرى وامك جيبهم الثلاثه وليت نحضر في جلسات ايه سي بون حضرنا الجلسات وكملت الجلسات خليني الرئيس مفاوضه تصريح بالحكم اثر الجلسه معناتها عندي النمر وعدد القضيه كما نقولوا باش نمشي نسال في المحكمه القضيه هذه سي بون ولا قضية ولا تسيبه اللي هي شنية؟ اللي هي سب. إثبتنا سب وعندي باه ياي معاه تطوى أنت الابن الشرعي بتاع أبوك مريك باه ما عادش أنا بمحامين وليت نعمل فيهم وحدي تهريت محامين ما عندي منين تاني وليت نمشي مثلا اللوتعة باش نجبد الحكم هذاك كي تخرج الحكم هذا تتفض مازلت مش نعرف قال لي قالوا لي تخرج الحكم هذايا تخلص عليه في القباضه ومن بعد تصبه في البلدي مش مشكل انت فانا مرحله تو صبيت انا وصلت تو وصلت المرحله هذه ومازلت ما جبتش الحكم ما نجي كيفاش باش نجبد الحكم كي نجبد الحكم يولي عندك اللقب الحكم جاني اول ما بريود الكورونا هي. جاني يعني كيما نقولوا فما شكون قال لي راهو الحكم نتاعك هبط خاطر يقعد ياسر قالوا لي باش يهبط من الماء يعني كيما نقولوا من القاعه باش يهبط اللوطا يقعد اشهر باه قعدت ياسر الحكايه يا خويا مزلت يا قال لي شكون يعني حكايه النسخه انا توقفت زاد مشيت هكاك في قالب غلط قالب شنو؟ قالب غلط كيفاش؟ جايين يصدموا على لحام هزوني انا زادم على لحام والله كثر الهم يضحك زادم على لحام هزني انا باهي انت وصلت وقفوك واعطيت هويه اخرى صارت لي انا طراي في الحكايه هذوما انا صارت لي تهنت يعني كيما نقولوا حاجات ما نخرج مع اصحابي خاطر كاين كل بوليسي وقفني باش نقعد نحكي له الحكايه وما عنديش ويجي نفسر لك وامي وباب نتعب وانت ماشي تصغر مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه اعطيني اقوى طرف برشا طرف وكلهم قويين انا عطيت مره طرفه باسم عطيت اسم خويا عاقل 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 مش نورمال يعيش في فرنسا عطيت هويته عنقني قال لي تعمل في المشاكل يا فلان قلت له صلي على النبي هزني النار من مركز نلقى زوز جابدين خويا شاري مسروق انت مشيت للمركز قلت لهم انا خوه مش انا مشيت للمركز اي هزوك عمري مشيت للمركز بس يا اخي صح الجمله ديما هزين ديما على الاعناق ديما حوارحين باهي صافي انت هزوك على اساس انت خوك هذا هو كي جاي يسالني اعطيت لي كوردوني نتاع خويا ايه امير بن كذا بن كذا ايه عديك كمبيوتر هزني روشيرشي طلعت انت خوك روشيرشي يعني خويا اللي عطيت اسمه روشيرشي هو عاقل انت كي عطيت اسم خوك على اساس باش تسلكها خاطر خوك يا اخي طلع روشيرشي طلع هو روشيرشي مع العباد العاديين سالولكش طرايف انا مشكلتي مع الحاكم عندي فوبيا من الحاكم لانك شديد برشا حبس يا بار شديت برشا حابس مشكلتك هوية من تحركش كي العود تحرك العود على روحه يلزم يعرف انت شكون زاد تعطيه الحق بالك تطلع خويا مجرم سفاح انت تي انا معاك ارهابي انا معاك في اللي تحكي فيه انت شكون استدعيت اليوم استدعيت خطيبتي استدعيت خطيبتي الله 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 هي وكيفاه هي صبرت 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 فيها تو تتقدمي تقطع عيفة تو تو هي علاش استدعيتها انت؟ باش تصبر معايا يعني صبرت 33 سنة يعني ما قلتش هاي نقول هاي زين تصبر معك على شنو؟ تصبر معايا اللي انت على بيت التعريف؟ تقطع عيفة شو نعمل اللي شو نعمل؟ والله لاني مصدق انت ما عيطت لها باش تصبر معك على بيت التعريف؟ لا ايش باش نقول لك ما هذيك هذيك مشكلتي انا في الدنيا لا 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 اغزلي اغزلي توا خطيبتك كان جات بربي سكيت كان جات شنو باش تقول لها؟ تفضل هاي اغزلي انا هاني خطيبتك انا خطيبتك وقول لا 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 شو باش تقول لها؟ تفضل هات اغزلك تو خلينا نجرب لا ايش هاي منال تو طرق قدامك شنو تقول لها؟ لا ايش باش نقول لك؟ عديت يا اربع سنين زيدي عدي حتى عوي باخر عوي باخر شنو؟ فماش ما تتحلي المشكلة تعبي تاخذ تعريف والله ما ناويين تعرسوا انتم ان شاء الله بقدرة ربي وما تنجمش بيان سور تكتب صداقك اش عليه؟ كيفاش تعرفت عليها لا منال؟ لا كيف كيف في سهرة
في سهري اي سهري ونعرفوا بعضنا نحن منش بعض على بعضنا اي تعرفنا صار الكونتاكت بالسياسه شافت كل شيء على قدام على عينيها باهيه شافت البيف شافت الخير لا هي باهيه معك باهيه باهيه امريكا لما ما فهمي شكون يصبر معك طبعا صعيبه انا عندي اربع اخوات يعيشوا لبرا ما فما شيء من يعني حتى اخر واحد اللي كان بحذايا كنت نصرف عليه خرجت حاج فما جيم كاو ان شاء الله ربي يعوض لك الباهي والله مريقل والله مريقل انت هاو استقبلوا طول لمنال فهمتني وان شاء الله تقبل ما تصبر معك حماغر عوارك او ما احنا باش نعملوا نداء انه يزربوا لك ما دامك تو هاك بلال شنو قلت لي في الجديد ولا في القديم؟ في الجديد الخليفي بلال الخليفي بلال الخليفي بلال الخليفي بلال الخليفي أريس هو الجو الحمد لله يا رب إن شاء الله لاباس إن شاء الله إن شاء الله لاباس نستقبلوا مع بعضنا لمنال مرحبا بيك زرت البركة وبيك عايش صفا لاباس الحمد لله عائلة لاباس لاباس منين جيت لمنال؟ من الكرم من الكرم تحية للكرم هاي لمنال تفرشوا برنامج هاي حسب رايك لمنال شكون استدعاك الليله؟ خطيبي عندي مشكله نوايب مش مشكله نوايب هو عنده مشكله في اوراقه وانا ما عادش يساعدك هو تعب شو اسمه خطيبك؟ بلال بلال شنو؟ والله هو نورمال مو بلال الخليفي ما هو توا بلال السليتي نورمال مو بلال الخليفي نورمال مو اما هو سليتي نورمال مو بلال الخليفي اما هو سليتي اسم الرباعي هذا نورمال مو بلال الخليفي اما هو سليتي شوف شكون استدعاك بلال سليتي بلال هاي سي بلال هاي سلام سلام صفا الحمد لله لاباس انت والله قلت نعملوا قاعده بعد سي جعفر اكيد زيديش هاي علاش ليه المده شوي قصر انت في المده شوي قصر والله انا واحد بالنسبه بدي ما بيدي حيله وانت تعرف يعني الحكي اي في بالي نعرف اما اي وين زيد شنو نعم فما حاجه مازلت ما عملتهاش انت عملتي زيدي حتى 6 شهور لا والله ما نجم تو هو ما مظلوم راه هي حتى انا زيد مظلومه هي تو الى متى سمح هو عندك الف حق انت صبرتي معه وقالوا الكلام هذا اما جست اصبر معاه المده هذه رجلوا له بطاقه تعريف ونتوكلوا على ربي هي هاني قاعده انا في دارنا كي كمل هو اموره يجي مرحبا بي علاش يا اخي انا قلت له باش نمشي نعرس من غدوه ما لا هذا حي الحاج اخوي ما تحبه انت هي بتبيعها هي يحكي شوي قلت لك اني قاعد في دارنا فهمت احنا نستناو في البطاقه نستناو احكي هر يعني حاضر اي في الثنيه اي اي لا ايش باش نقول لك ان شاء الله يعني ما عادش تطول الحكي ما عادش تطول قديش قديش ها هو بيدو ما يعرفش قديش باش تقعد بدك تعريف تحضر ان شاء الله ما عادش برشا ان شاء الله ما عادش برشا ما عادش تطول برشا يعني واحد صبر البرشا خليه القليل ان شاء الله 4 شهور 5 شهور تعرفش عليه ماهوش مقنع كلامك اقنعها والله يا رب مش بتاخد تعريف كل يوم نقنع فيها بالحب والاحساس هي تعرف عمرها بعطف هي تعرف الحكايه تذوق من باقي كل هي تعرف يا ودي نحب العباد تعرف يا ودي هذه امراه جميله فهمني ولا شريتك انت من العالم هذا الكل من الملايين ورغم اللي تعرف كلاسيتي الخليفي وقاعده معاك انا والله نقطع نقول بالك جن بسم الله الرحمن الرحيم كلاسيتي الخليفي فهمت هي راضية بيك سليتي خليفي فهمتني سويسي أي لقب في العالم نفيد أنت تمشي عاد صاحبي امشي عاد غير بركة زين زين خنكا شمن زين ما صعيب واحد عديه كملوا يعني هك صابرة
عندي صابرة. ياك صابرة شوية يعني مش تصبر، ياك صبرت زعما أنت 4 سنين ما تصبرش شوية وقتك. هي هاني صابرة يا أخي، أنا قلت لك باش نمشي نعرف. هي في بيها؟ هي أنا قلت لك كي تريقل أمورك هاني بحذيك وكاهو. أنا زيدا شنو نعمل؟ زيدا دارنا العبيد كلهم كلاولي وجهي، شنو باش نعمل؟ صحيح. اي والله يا اخي انا نقعد كل واحد يسالني هيا وقتاش العرس، نقعد نحكي له انا في الحكايه من الاول. تعبت قداش من واحد باش نقعد نحكي له انا؟ قداش من واحد باش نقعد نقنع فيه؟ اي برا برك ما تعرفش عليها، كيما ما تعرفش عليها حتى في جمعتين اخرين شهر يعني، برا برك تعدى. اي ان شاء الله هاني بحذيك، هاني ماني مازلت مانيش باش نعرس، هاني قاعده نستنى فيك كي تكمل انت تركح امورك هاني جاني في الدار. زاد واحد مخنوق راه مش يعني ما كنت انت زاد تعرف يعني هو ما عندوش مضمون. اسمعيني ما في بالي، اسمعيني لحظه، هو ما عندوش مضمون اما يحب يضمنك انت فهمتيني ولا ايه؟ اضمن اسمك اضمن، يقول لك تو مضمون ما عنديش حتى ذي ما نضمنوهاش. هو انت ما مضمون ان شاء الله، معناتها تحبيه الرجل ذي؟ اي نحبه وصبرت معاه وعديت معاه برشا حاجات. تحبيه ما زلت تحبيه؟ هي اما شيء هي. مش جاي يخطو فيا بيلوت وك الجو هذاك واحد ليه ها؟ ها؟ اي محلاه هاي هاي معاك خويا هيك هاي برا قد بطاقة تعريف كخرج بالحق والله يا سيخي ماذا بي انا والله يغزل لي راي بالحكايه واحد كي يغزل لي يقول برا يبرم يمشي قد والله كل شيء راه مش بليش تعمل يعني واحد حاول يفهمها يا ويلك يعني كيما نقولوا باش نربش من التعب باش نخلص الكري. اسمعني انا باش نعاونك يرحمه اسمح لي تو اعطيني دقيقتين نحكي معاها باش نعاونك. نعم اعطيني دقيقتين نحكي معاها باش نعاونك. مبريك شوف اختي ماهوش متعرس مريقلة لحظة منظم خذ راحة ماهوش متعرس وردي بالك وردي بالك منه مريقل 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 يا شفيكش لحظة فهمني بطاقة تعريف 5 سنين ما طلعهاش بالعاني كان يحكي لنا مريقل كان يحكي لنا في أول حلقة قال عندي بطاقة تعريف وبالعاني ما نحبش قال لا نعرف اللي ما عندوش بطاقة تعريف والله نستاهل عاونتك برشا عاونتك توا معاها برشا يرحم والديك ان شاء الله ترابيه يرحم والديك عاونتك برشا بفضلك عليك عايش ان شاء الله ربي يهنيكم عايش وانا كمين. ادعو اخويا انت اللي مقدم الاوراق بتاعك انا محكمة تونس كنا ثقه في القضاء وفي المحكمه وفي الاداريين اللي يخدموا غادي تسرعوا له في الاجراءات خلي يشوف حياته لانه من جد ضيع برشا فرص في حياته وبحول الله مش باش يضيع الفرصه هذه وكذلك البلديه والناس اللي يهمهم الامر انت بلديه شنو هي المروج لا بلديه المرسى بلديه المرسى فهمني ولا زاده ان شاء الله يتفهموا الوضعيه نتاعك وابارتير من اللي تتعدى الحلقه بحول الله فهمني ولا الساعة أنت بشكون شخصية طريفة لأنه محلاك عسل روحك خفيفة واحد غلطت كما قلت خلصت فهمني ولا تشوف حياتك إن شاء الله نشوفوك متهني أنت والمرية هذه الباهية وإن شاء الله نشوفوكم معناتها ونفرحوا بأولاد أولادكم عايشك داكوردو عايشك إيه أقف لمنال أقف سي جلول شو اسمك قلت لي بلال شكون؟ بلال سي بلال تصبر معاه المدة هذه تنطبع نحن وضعين بتاع بطاقة التعريف من أغرب الحلقات اللي جاتنا في العالم والله العظيم واحد جاي مرات على بطاقة التعريف تصبر معاه أنا هاني صابر هاني قلت له أنا يزيني كهو تعبت بالحق كهو وقت اللي قد أوراق ويقد بطاقة التعريف بتاعه هاني بحضيه وكهو لا خدمة لا بطاقة التعريف لا حد شيء ما ينجمش يخدم هي في بالي ما ينجمش يخدم في بالي باهم الحاجات هذوما مشيت معاه برشا مرات للمحكمة وجرينا على أوراقه برشا مرات هما مفمي حتى نتيجة زيد أنا شنو باش نعمل عندك ألف حق أنا زيد تعبتك هو فديت عندك ألف حق باش نتبعوا الوضعية وإن شاء الله مادام اثارت الوضعية متاعك لهنا أمام الرأي العام باش تكون المسألة إن شاء الله بحول الله أسرع من اللي تتصور عندنا ثقة كما قلت لك في القضاء وفي الهيكل البلدية وإن شاء الله ربي يجري على صلاح هل تقبلين أنك تلتحق يعني بالأستاذ بلال في هذه اللحظات؟ على أساس شنو؟
باش نحل على اساس نقعد نصبر معاه نزيد ما عادش نجم نصبر هكا ويزي لا عاد عملتي لي ايه 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 ما انا منعرج غير حلقه عملتي لي عاد هي انا توا باهي هاني في دارنا توا كمل رجل اوراق ويجي اي ما عاد باش تصبري هاني في دارنا كمل رجل اوراق ويجي بربي لا تصعبي هي لي الحلقه باهي هاي تفضل سي بلال هاي تفضل سي بلال امشي بلال زيدوا نقعدوا ولا نخرجوا؟ نقعد هاي خويا تلم الشمل خويا ان شاء الله في الخير خويا انت اعمل لو ماكسيموم وانا معاك باش نتبعوا بالنجد والله ايش باش اعمل لو ماكسيموم ساعه انا عندي ما تعملش لو ماكسيموم ليه عندي مده 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 حفاه بخاطر عنده مده عامل لو ماكسيموم مسكين عندي مده كبيره كبيره عامل اكثر من كلمات ولا تعب برشا على اوراقه والله تعب في عوض المحامي عمل لك خمسه في عوض المشي الدوسي بركه للمحكمه عمل لك 10 راني برشا برشا فلوس فجاه شنيا انا حاطه كريم ما عادش عندي احنا باش نتبعوا الوضعيه نتاعك نتاع بطاقه التعريف هذه الرحله نتاع بطاقه التعريف فهمني ولا وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في اقرب اي بتعمل بطاقه تعريف وتتوكل خويا تخدم على روحك تثني الركبه فهمني ولا تستهلا في المراه هذه بنيه باهيه برشا ان شاء الله ربي يهنيكم وان شاء الله ما نسمع عليكم كان الاخبار الطيبه حتى حي كبيره برشا ليك شكرا تشوفوا الراجل الى حد هذه اللحظه تقريبا 33 سنه عمره لا نجم لا يعرس لا نجم لا يخدم لا نجم يتحرك بكل حريه في غياب بطاقه التعريف وكما قلت في غياب المضمون ان شاء الله باش نتبعوا وضعيه بطاقه التعريف فهمني في قادم الايام تعاركم عتها على الصغار باه مش اي با نهار يخدم نهار راقد عشرة يخدم عشرة راقد ديما نتعاركوا على الصغار في حكايني اللي سنست بروحي ني الياسر عمل عليا ما نقولوش جيب ما نقولوش حك باطم شريها لي كيلو كسكسي يشريه لي ديما ني ريت العام يخدم فيه ثلاثة شهور هو يخدم ما نقولكش ما يخدمش يخدم اما بنفس الوقت النوم نتمنى باش نلمد ولادي ونعيد معاهم نتمنى باش راجلي يوقف هو ويمشي ما عندش يعمل عليا جبت اسي ان شاء الله ربي يفضلها يعيشك بعد ما ولدتها بخمس شهور تحرقت داري شنية؟ تحرقت داري كيفاش تحرقت؟ ما صبت على ذو ولادك غادي؟ ولادي ما همش غادي الحمد لله نسكنوا في الدخين هذاك معناتها في الدار اللي تحرقت نايو اسيل وولادي مازال اثار الحريق مازالت اثار الحريق دخان الغنج هذاك اي الغنج هذاك لا اسيل تشم فك الهواء هذاك شبيك عمرها اربع شهور وفك الشيء هذاك الجمعه الاولى عادي وبعد التالي فزيت الصباح لقيت الحمل كله كان فرف احمر بكل الحمى يا اخويا برا تصرف مشى جاب شكون قلت له راهي حسس ما نعرفش شنو هي حسبي جارتك عاديه معناتها هاي جارتي عاديه قلت له راه محسبي الطفله راهي محسبي حسبي الله ونعم الوكيل به قعدت تكيك هاني حطيت لها الدهين جاب لي الدهين حطيت لك ها ومسحناها ها ولبسناها طبة حمرا ها ندرا شني وقاعد تكيك سي جعفر كما هي وليلها بعيون عيون بالمادة الحمها الكل هزيناها للطبيب تاع جلدية ذاي المفيد طبيب طلع عندها شامبينيون اول ما بدت عندها شامبينيون نوعيه ما من الجرثومه مك الاكسجين هذاك اللي تنفساتو ما شريش الدواء كالعاده الطفله زادت حالتها زادت هرجت حالتها بدات تطلع لها الشامبونيون في ظوافرها الظفر يتنحى ويطلع الظفر اجرب يزيد يتنحى يزيد يطلع الظفر اخر يزيد يتنحى المهم ثلاثه ظوافر منحي الشامبونيون هذا يعطي الاعراض يبدا الحم يقشر فيه الفم ريت فمها ناتم بالماده عامل المادة فمها إيه ولا لها الشامبونيون في الدم الطفلة ريت تفز الصباحة النهار الأولى كيك النهار الثاني تفز الصباح تريد السمش تهرب تدخل تجري ولا تدخلي في حيط ولا تدخلي في بيب ولا تدخلي في كل شيء أذي أسي بنتك لباس بنتي إيش لباس بنتي عين تشوف بها وعين ما تشوفش بها بنتي عامية بنتي القرنية متاع العين تهلكت لها التو
عندها جرثومة في العينين الزوز. عينها الزوز بنت ثلاثة سنين عمرها. يا رسول الله يا ربي يا رسول الله ثلاثة سنوات. اسمعني اسمعني بنتك توا أسيل وين؟ أسيل موجودة توا. معناتها معناتها خلينا نلقاو مثلا نجموش نعاونوا، شنو شنو المطلوب باش بنتك تتعالج؟ شنو اللي ناقصك؟ سي جعفر ناقصها برشا حكايات، ما حشتي بحتى شيء، ريت بحتى شيء. شنو المطلوب قل لي؟ مطلوب عينها معناتها ترجع لاباس عليها، ما نعرفش شنو المطلوب من الطب اللي قالوا لي عليه، ما نعرفش، معناتها كل طبيب يعطيني حكايات. مدام احنا اليوم باش نعملوا حمله للبنيه هذه اسمها أسيل. أسيل. البنيه هذه تنجم لا قدر الله عليها تفقد البصر. مادام لا قدر الله وبعيد الشر عليها البنيه. معناتها مادام ثم امل، انا راني نفهم في حكايه العينين، عندي شكون ما كان ما يشوفش وكذا وبشويه بشويه وكي زعما زعما لا ما ثم شيء وشويه دم تونسيون تو كذا، لا ما نلعبوش بالعينين. ما نلعبوش بالعينين. معناتها مادام ثم امل في العين هذه، وهذه زاده مازال فيها امل، رغم اللي كيما قلت انت معناتها تمست برشا. اليوم نعملوا نداء لمساحات العيون بتونس، انا نعرف برشا 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 ناس يخدموا في طب العيون فهمني ولا الطب العظماء اللي عندنا في تونس بتاع العينين يتدخلوا ويكلمونا واللي عندهم مساحات فهمني ولا يتبناوا البنيه هذه ملايكه ثلاث سنين خلي ترجع تشوف ميمتها وتشوف اخواتها وتقرا وتطلع مراه في المجتمع صالحه فهمني ولا وربي يعطيها الوقت الطيب والله. الحلقة هذه كانت من أكثر الحلقات اللي أثروا فينا وفي التوانسة، وبعد ما جعفر وعد سهير إنه باش نحاولوا نلقاو حل البنية، توجهنا للدكتور نور الدين العربي، طبيب أطفال، اتطوع إنه يشوف أسيل ويعاونها باش تتعافى ونلقاو حل في برشا مشاكل صحية تعاني منهم. هذه أسولة العسولة، ضيفتنا، ومدام سهير أمها، جبتها بحذاك كما كلمتك الدكتور، عندها شوية مشاكل، إحنا بينا نحبوا نفهموك. نحبوا نفهم الوضعية نتاعها شنو تستحق شنو نجمو نعملو باش إن شاء الله معناها نقدمو بها باش توصل ترجع على بيس وكل شيء. إن شاء الله. قداش عمرها؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين. عندك صغار آخرين مدام أنت؟ أسيل بريدة باش شنو اللي حالة شنو اللي هي عمرها أربع شهور تكلمت لها حساسية من داري تحرقت لي داري. إيه إيه. نربطو فيها بيت كفاك نربطو فيها فيها الدخان. شمتك الريحه هذيك لحمها الكل فرفض هزيتها للطبيب معناتها جدي ديما نتبع عنده طلع عنده شامبينيون هي عطيك دواء بوماده معناها استعملت بوماده حاجات من نوع هذاك ما عطاكش دواء شربان ولا حاجه عطاني سيرو معناتها ينحي الطياب من الفم. سهير فسرت للدكتور حالة بنتها وحكيت له على تفاصيل رحلة علاجها ومحاولاتها في أنها تلقى حل الأسيل في موضوع عينها وموضوع الحساسية اللي تعاني منه. بيه أوكي مدام شوف شنعمل عليها تلتها. دكتور بالعربي فحص أسيل فحص دقيق جداً وحاول أنه يفهم حالتها ويشخصها. النمو متاعها بيه تولد تبارك الله بيه ميزانها بيه تبقى ديما الحليب ما نكثروش منه تو حس ما شفت حتى معناها الكولور نتاع عينيها اللي تيبيمون معناها داخلين العينين الفم ما تحسش صغير ناقص حديد ولا تحس معناها ديزون لي بارامتر نتاعو باهيين بون جو سوي سيغ راهو جبدوا لها تحليل دم في قسم العينين ما عداوش دويا من غير ما يشوفوا تحليل دم نتاعها ما نعرفش عملوا لك تحليل دم غادي ولا لا سينو نطلبوا تحليل دم نشوفوا امبيلون معناها مؤشرات نتاعها شنو احوالها فهمنا شوف انا بالنسبه لعينيها كاني معناها الحكايه اون رابور مع الحكايه الدخان اللي صارت اولسيراسيون ولا حاجه هذيك باش تداوى مع العينين ما فماش حاجه معناها تابعه للبدن الكل والشامبينيو هذايا شنو هي المشكله مش نقول لك علاش هو بالنسبه للشامبينيو هذوما كي يجيو هكا في الثقيل ابار لو تريتمون لوكال لازم دواء شربان معناها باغ دواء لوكال كيعطيك كيما الفيرنيا اونغل فما دي بومات يعطيك حاجه هذه ان شاء الله نلقاو بها ريزولتا تبقى فما دواء شربان ساعات تشد الحكايه شوي تبقى فيها ريزولتا معناها ما تخافش فهمت التريتمون باش يكون على مده طويله شوي معناها فما دواء باش تاخذ مده 3 شهور باش يداوي بشويه بشويه الحكايه هذه وفما ان تريتمون لوكال هذاك اون جينيرال
ما يفوتش جمعتين ثلاثة معناها بوماد باش تحطها باش بودر هي باش تحطها في الصبابة تحطها في ساقيها فما تريتمون باش يستعملوا لوكالمون فهمنا؟ سهير سمعت من الدكتور وفهمت خاصة كيفية التعامل مع بنتها فترة العلاج اللي حسب قوله باش تكون طويلة شوية. هذا بيا نعمل عليها طلة مع هذا بيا نشوف لو ريزولتا نتاع لي تريتمون او موان ثلاثة شهور ثلاثة جمعات اخرين دون ثلاث سمان فهمت؟ كلمني خذ معايا كونتاكت مرحبا بيا اون سورغانيزغا تنجم حد البيلون تجيبوا لي وقتها معناها جي با دو بروبليم معناها سي با فريمون اورجون اورجون معناها فماش حاجة سبيسيال كيما قلت لك وكان عندك تحليل صار نتاع عينين مدام قد ها؟ اي هذا باش يصير كان فما حتى ريزولتا معناها دابا شو كورون فهمت باش تعرف معناها شنو بالضبط اللي فما وشنو الادوية اللي باش تاخذ فهمنا؟ فوالا مرحبا خرجنا من عند طبيب الاطفال وعندنا في قلوبنا برشا فرحة وامل زرعهم فينا الدكتور بالعربي ولأنه مشكلة أسيل الكبيرة هي عينها اخذينا الطريق باتجاه عيادة الدكتور أحمد بن سعيد طبيب جراح للعيون فاعل مع حالة أسيل وحب يتطوع ويقدم لها المساعدة صباح النور صباح الخير كيفك دكتور مرحبا لاباسه صحه لاباسه مرحبا بكم الحمد لله هاي مدام سهير وأسيل عيدك صح عيدك صح محلاه يا محلاه عيدك هذه يا سيدك ليه ونزيدك هذه شد عندك هاي 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 شد هاكا شد خذ انت سوي اوف هاي صحيت هاي كتشوف بين الاخرى هاي بي تري بيان هاي ولد تضحك شوش عندي شو شوش عندي شو شد هاي شد هي صحيتك 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 ليه؟ أحكي لي مدام سهير عاودت فسرت حالة بنتها برشا حرقة ووجعة وجعة تتجدد كل ما ترى بنتها غير قادرة تعيش حياة طبيعية كما صغار اللي في عمرها عايشك دكتور الله يخليك ميرسي اللي تفعلت مع الحكاية مع سهير وبنتها بالعكس في كل وقت عايشك الله يخليك هذاك علاش جينا سولو رونديفو نتاعنا وإن شاء الله إن شاء الله نخرج بريزلتا مزيان هذا المهم بالنسبة لينا وللبناي باش يزيد يفهم حالة أسيل طلب الدكتور بن سعيد فحص تحت التخدير باش ينجم يشخص الحالة ويحاول يلتمس طريق العلاج لمرضها وهذا باش يكون بعد 4 ساعات كما شفتها توا قاعدة تشوف بعينها تشوف قاعدة تشوف ما عندها قلق ما تنجمش تحل العينها خاطر عينها توجع فيها مشكلتها خاطر عينها توجع فيها علاش توجع فيها خاطر سيغمون فما مشكلة في القرنية متاع العين توا كي تشوفوا فيها هكا عينها اليسار نشوف فيها لباس عينها اليمين هي اللي فيها القلق لازمنا نشوفوها تحت التخدير وكيما قلت لك لازمها تكون صايمة طبعا نبداو من توا نحسبوا 4-5 سوايع وبعد نعملوا لها فحص تحت التخدير داكوردو؟ باهي اوكي دكتور مرحبا ان شاء الله كاميرا نحسبوا متويكا تو نشوف هذا الميدسان ان شاء الله اوكي نرجع لك ميلا ماما ثلاثة تو نشيلو تو باش يفحصك نتاع الطبيب نتاع التخدير باش يقول لنا بالضبط وقتاش نجمو نقضوها ماناش باش نقضوها برشا حكيت 5 دقائق
حسب تشخيص الدكتور بن سعيد، أسيل تعاني من مرض يصنف كمرض مزمن واللي هو جفاف قرنية العين، لكن اخلق فينا برشا أمل إنه بالعلاج والمداومة عليه تنجم تتحسن حالتها بدرجة كبيرة. بالنسبة لأسيل توا كنا نفحصوا فيها تحت التخدير، عندها قرح واخذت لها عينة من القرح بعثناها للمخبر باش نشوفوا العينة هذه شنو عندها جرثومة ولا حاجة أخرى، و إن شاء الله ديسي كلك جور نوغا أن ريزولتا ونعطيوها الميديكامون نيسيسير. يعني هو فما أمل دكتور لأنه إي بيان سور فما أمل، وعينها توا الوجاعة تتنحى وإن شاء الله ترجع لحياتها الطبيعية معناتها دون كلك جور. كيف فصلت لك يعطي الصحة، تبرع باش ياخذ حالة أسيل معاه ويكمل معاه إن شاء الله للآخر، قدرت ربي فما حل. بالنسبة للدواء عطانا برشا دواء وفر لنا منه بارتي وبارتي الأخرى إن شاء الله نشريوها، وتجي شكون يفصل لك بطبيعة الدواء ونفهم كل شيء وبعديك نروح. بطل الله عندنا رونديفو نهار الجمعة إن شاء الله باش نرجعوا له هو 10:30، ورونديفو غدا مع بيدياتر باش نهزوها إن شاء الله نشوفوا لها أمورها. قدرت ربي فهمك الخير، احنا عملنا اللي علينا والبيت على شكون إن شاء الله ربي يفضلكم ويرحم والدكم الكل، لك والله يرحم والدين والدين والدك، الله يفضلكم بارك الله فيكم. والله كن قدتوني أنتم بنتي ومش تولي تشوف بعينها، هذيك أمنية حياتي، وخذوا اللي تحبوا عليها، خذوا عيني، خذوا اللي يجي في بالكم، المهم بنتي ترجع تشوف بعينها بإذن الله. لاباس قدرت ربي هيك بنتنا الكل، ماهيش بنتك وحدك راه بارك الله فيك يا مدام، هيك بنتنا الكل وبنت برشا توانسه كلموا حبيتهم يرحم والديكم يعيشكم ويرحم والديكم الكل. حاجة برك أمنية حياتي اللي ترجع تشوف بعينها، والله إن شاء الله مدام هيلا ربي يفضلك يعيشكم الكل. هذه أول خطوة في رحلة علاج أسيل واللي الدكتور بن سعيد باش يتكفل بها، وخلينا نحلم باسترجاع البصر للبنية وعودة البصيرة للأم واللي سقف السعادة عندها مربوط بخطوات بنتها ولمساتها وضحكاتها.